مساء الخير عليكم، مرحبا بكم معنا اليوم. ان شاء الله الا كتب ربنا رايحين نديروا الوصفه تاع لي كاب كيك ذوق الفراوله. قلت نشارك معكم لا غوسيت، يعني حاجه سهله بسيطه والمقادير متوفره في كل مطبخ. نبداو في المقادير. واش عندنا؟ عندنا زوج حبات بيض، عندنا كاس تاع السكر ناقص اصبع، عندنا كاس تاع ليدام هنا زيت ونكملوه زبده، نقولوا نعمروا الزيت حتى لهنا ونكملوه زبده. عندنا علبه تاع ياغورت ذوق الفراوله، هنا دو بريفيرونس اللون يكون ابيض، ما نديروهش غوز على جبل شويه يفسدلناش لا كولور تاع لي كاب كيك. عندنا كيس تاع خميره الحلويات، عندنا قريصه تاع الملح. بالنسبه للفرينه عندنا زوج كيسان تاع الفرينه، نديروا الكاس الاول من بعد انا رايحين نزيدوا الكاس الثاني. واش انا راح نديرو هنا؟ بسم الله، نفقسو الحبات تاع البيض هكا، نديرو لها القريصة تاع الملح، نروحو للبيتخان نديرو الفوي، نبداو نخبطو البيض تاعنا مع القريصة تاع الملح ونرميو السكر تدريجيا حتى نضعفو الخليط. هاوليك الخليط تاعنا كيفاش ولا بعد ما ضاعف الحجم تاعو. دوكا رايحين نديرو ليدام، قلنا زيت وكملناه زبده، رايحين نفروه غير هكا على الشعره، والبيتخان راهو كيما نقولو يدخل في ليدام داخل المزيج. من بعد رايحين نزيدو علبه الياغورت ذوق الفراوله، كيف كيف رايحين نزيدو ندخلوها بالبيتخان مليح. بعد ما مزجنا كامل المواد هاوليك الخليط تاعنا كيفاش ولا. دوك واش نديرو؟ انا الفرينه قبل ما عمرتها في الكاس كنت غربلتها، حطو الكاس الاولاني، كيس تاع خميره الحلويات هاهو فيه 10 غرامات، هنا بالمغرفه تاع السيليكون رايحين ندخلو الفرينه هاكا كيما رانا نديرو من تحت للفوق. هاليك بعد ما دخلنا الكاس الاولاني كامل راح نضيفو الكاس الثاني بنفس الطريقه، هاليك من تحت لفوق حتى نتحصلو على عجينه الكاب كيك. ما تكونش ثقيله بزاف، ما تكونش خفيفه. انا كنت خيرت هاد القوالب لون وردي. هاليك واش درت؟ العجين تاعنا حمرتو في اون بوش جوتابل باش تجينا الخدمه نقيقيه، ونعمرو نقسمو القالب تاعنا على ثلاثة، يعني الثلث الاخراني ما راناش رايحين نعمروه. هاوليك هاكا كي نلحقو لهنا نحبسو، هايلك كيفاش خاطشو ما يزيدو يتنفخو فيهم خميرة الحلويات، يزيدو يتنفخو باش ما يفيضلناش. هنا هاد الخلطه تاع العجينه راح تخرج لنا 12 حتى 13 حبه، ثاني سا ديبون كيفاش يكونوا الحجم تاع لي كيسات تاعكم القوالب تاعكم، كاين الصغار كاين الكبار. هكا انا نكمل نعمرهم ونحطهم يطيبوا في الفوغ اللي كنت سخنتو 180 درجه لمده 10 دقائق عفوا، من بعد نحطوا البلاطو تاعنا باش يطيبوا. نتلاقاو من بعدا باش نورو كيفاش رايحين ديكوريوهم لي كاب كيك تاعنا. عاملك بعد ما طابو ما تعمروهمش بزاف، يعني باش ما يفيضوناش من الباركيت ديالهم. هام كيفاش راهم دوكا؟ حنا واش نديرو؟ نخلوهم يبردو مليح باش نديرو لهم التزيين من فوق. حنا عندنا هنا القاروره، يعني نقولو القرعه تاع المعجون تاع لافخاز، رايحين نشربوهم. كيفاش نديرو؟ هاي القرعة هنا ونعبزو شوية، يعني تالمون جاو خفاف لداخل راهم يتشربو فاسيلي. هاي ليك دوكا انا رايحين نوجدو التزيين تاعها من الفوق لاموس. هي نورمالمون تجيب لاكخيم او بوغ، حنا كوم لاكخيم او بوغ تجي شويه ثقيله عوضناها بأموس تكون خفيفه.
واش درنا 200 غرام تاع غبرة شونتيي، عندنا 100 غرام تاع الحليب بارد، وعندنا 50 غرام تاع لاكريم فريش. هنا لاكريم فريش راح تنقص الحلاوه تاع غبرة شونتيي، وميم طون راح تخفف لنا لاموس. وعندنا ملون غذائي وردي، راح نديرو غير شويه على راس المغرف، خاطش هنا لاموس حبيناها تكون ورديه. عندنا هنا تاني معجون تاع الفراوله، رايحين نزيدو شويه برك باش نديرو الذوق تاع الفراوله وتكون عندنا الرائحه مليحه، خاطش حنا كنا قلنا مع الاول حنديرو لي كاب كيك ذوق الفراوله. رايحين نبداو هايلك نديرو لا بودغ شونتيي هي الاولى، نحطو لها شويه تاع الملون الغذائي، الا كان خاصها نزيدو لها وردي، نديرو غير شويه هاكا على راس المغرف. رايحين نديرو عفوا 100 غرام تاع الحليب، نديرو 50 غرام تاع لاكريم فريش، راح نحطو كلش على خطرة، نشعلو الكيتخان تاعنا ونزيدولو بشوية حتى نلحقو لافيتاس الأخرانية، شوية تاع معجون فراولة هاكا رايحين نبداو البيتخان. قلنا وزيدولو لافيتاس بشوية عفوا حتى نتحصلوا على الموس. هاي لاموس كيفاش طلعت لنا شابه، شوفوا عمرناها في لابوش، درنا هنايا لا دوي، دوك نوري لكم كيفاش نديرو لا ديكوراسيون. هاي اللي كيفاش نديرو، ناكل واحد ولا دوي تاعو. هكا من بعد لا ديكوراسيون من الفوق كل واحد كيفاش يحبها. هاي اللي كان كيفاش درت هنا، وكل واحد كيفاش يديرها. حنا الوصفه تاع نهار اليوم رانا كملناها، هامليك كيفاش جاونا، قلنا تزيين كل واحد كيفاش يزين. نتمنى ان شاء الله الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم، جربوها وتنجحوا فيها. نلتقي في وصفات أخرى إن شاء الله.